بالشخص اللي معون. حكم شاهدين ينسي كيما كل ليلة العشي والمعون في راس عقيلة. أشكون باش يغسل المعون؟ أيا وينك يا العاطية يا البية، يا حاثقة يا صنافة يا المجدية. ربي خليني ليكم ويخليكم ليا، وإن شاء الله ربي قوي سعودنا ويستر كل وليا. قولوا آمين. يا وخيتي في رمضان السنة قديش تعد عليا، لا تفرهدت ولا خرجت ولا نعرف سهرية. في نهار القضية وشور الدار، وفي الليل المعون وحوص الكوجينة ونشمر على يديا، والراجل يعرف كين يلقى الماكلة حاضرة والقضية مقضية، وزيد في الليل يخليني ويخرج يصرف القهوة مع أصحابه وما يحسش بيا. بلكش يربوه حاطه في الدار، مهمته يطيب ويقضي في الصيام وفي الأفطار. تيراني الحم ودم يا ديني، يلزمه يخرجني ويفرهدني ويدللني، وفي تعب نهار ينسيني. وما فيها بيه الزدا كان كلمة حلوة يقول لي ولا عزيزتي ناديني، ولا لازمني كل مرة نمرجو باش نعملو كيما الكوبلوات الكل في السهرية ونخرجو. وزيد توا النص الثاني متاع رمضان تكثر فيه الحركة، تي حتى نخرجو نعملو قهيوة ولا دور على سقينا فيه البركة. مش هكا يا سي محدينا؟ تي ماك تعرف الواحد يرزن بعد شقان الفطر، رانا كنا صايمين. كي نقولك انا هيا نخرج وتولي لزين، اما كيف يبدا فما تروح رامي مع اصحابك ماذا بيك تشق الفطر في درجين وتخرج تجري تقول مش دراوين. والله لا جوست اللوج على اللمة، ماك تعرف راجلك نبدا تاعب وفادت من جوجمة الخدمة. هاي وانا مانيش تابة في صحتي وبدنية، وقضية الدار ولهوة الصغار حتى انا تفددني، دونك يلزم تخرجني وتفرهدني. باهي يا مرا باهي، الله لا يعطيني ما يغلبني. على مرة خرجت مع أصحابي باش تعمل لي محكمة وتحاسبني؟ تي موكي تدللني يا سي محدين، نقول هذا راجلي يحبني. آه برا منكم نساء، بكلمتين تبيعوا الواحد في حوايجه وتهزوه للخلاء. كيما قال هك الراجل سكر لي البرنامج يا سي علاء. وهي هي وجبتوا لثنية، الليلة أحلى تفرهيدة وأحلى سهرية باش يخرجني ويدللي ويحوص بيا. أكهو كملت قضيتي على بكري وطيبت فطوري باش نلقى وقت نجبد شعري ونحضر لبسي ونركح أموري، وشقينا الفطر وتعشينا والحمد لله شبعنا وتروينا، وتو السهرة تستنى فينا. ولبست لبستي والحطة حطيت، وزينت وبرفانت وتقديت، تبارك الله عليا محليني محلازيني. اش خص كان جي ديما هكا، اما الله غالب قضيت الدار عمرها ما تخليني. وسي واحد ينكي شافني ولا هكا هكا بيا، حتى هو عنده برشا عليا ما شافنيش مزينه ومكدوده كالبيا. وخرجنا انا وياه ويده في ديا، ومشينا القهوه في المنطقه السياحيه. اما احنا قعدنا وبدات حاجه تقلق فيا، القهوه فيها الف بنيه وبنيه امراه وسبيه، وتو الراجل يبدا يغزر منا ومنا وما يتلهيش بيا ليه. وبزهرنا الطاوله الوحيده الفارغه اللي بقات، جيت مقابله طاوله اخرى فيها خمسه بنات. خلي يغزر لهم بركه ونفيق بيه الليله نشومها عليه. يا سي محدين فهمتني يا بنت شبيك تسيح فجعتني، تفضل يا لله شبيك، شنو اللي سالتني نفهم فيك؟ ليه نحبك تتلهى بيا، وخاصه عينيك في عينيا. يا والله حويل توا هذه حكاية، هاني لهي بيك نحكي معاك ونسمع فيك. بيه وش بيك تخزر الغادي؟ تي على السيرفور باش النادي سيرفور. بيه خلي ناديله، وهاني المرة هذه باش نعديله. هما كان نشدو يخزر الوحدة فيهم الليلة يويلو، رجال آخر الزمان عينيهم كالرادار كي يخرجوا للشارع وحتى كي يتفرجوا في التلفزة في الدار. وبديت أختكم نتكتك كيفاش نعمله تيست نكشفوا بيه. نعمل روحي نهبط مت في ساكي ونهز راسي نشوفه وين يخزر بعينيه. وين أختكم هبطت راسي وهزيته نلقاه بيبي بيدو، هاني فقت بيك تبيبي لها بيديك، هانو ربي طاح فيك. يا مرا لباس أشقام عليك؟ أشقام عليا، راني فيقة بالحكاية كلها، تبيبي لها ومن بكري بعينيك تخزر لها. يا والله فضيحة عملتالي يا بنتي، تلفت وراك التالي السيرفور النادي عليه يا بنت الناس. اش بيكم يا مسيو لباس؟ والله طلع السيرفور بالحق ويقف ورايا وفي الدو الطبق. وفسدت السهرية والراجل قريب يقلب الطاولة عليا، وقمنا وروحنا وكل بنيت يتفرجوا فيا. وسي محجين ما حبش يسامحني وقعد منرفس برشا مني،
الله غالب، الغيرة والشك ساعات تجنني. في بالي باش نعملوا سهرية مزيانة وجو تحفون. قعدت كي نتبع في نظرات العيون وسي محدين يغزل شكون. ناري عليك يا عقيلة ولا سعدك المغبون، أرجع لحفظة الكوجينة والقضية، أشكون باش يغسل لك المعون؟ أشكون باش يغسل المعون؟ أشكون باش يغسل المعون؟